السلام عليكم. نشوف فيديو جديد مع موضوع جديد، هل هو تفاضل الدواء المثلثية اللي هو derivative of trig function أو trigonometric function. طبعا trig function اللي نقصد بها sin cosine tangent اللي هي tan cotangent secant cosecant الدواء المثلثية المتعارف عليها. يعني نبي هنا في الموضوع هنا كيف يمكن نجيب الاشتقاق او الدريفيتيف او السلوب الخاص بالدوال المثلثية. قبل لا نبدأ فيهم طبعا في بعض الادينتيتيز واخدينها فيما سبق عندهم دارسينها، هي المتطابقات كيف اللي يمكن نستحقها في التفاضل. طبعا نذكركم بها اكيد فات وقت عليها من فترة دارسينها، نذكركم بها. وطبعا كل من سحق مطابقة هنذكركم بها قبل لا نشرحها. قبل نبدأ في تريك فانكشنز هنذكركم بالمطابقات الادينتيتي. تمام، نشوف اول شيء مثلا عندي ساين اكس زائد اتش شن تساوي، لما تلاقيني شن تساوي ما نقدرش نتعامل معهم مباشرة، انك كوساين اكس زائد اتش بالاضافة الى ساين تربيع الاكس بلس كوساين تربيع الاكس شنو يساوي هما. طبعا ساين اكس زائد اتش هي عبارة عن شنو؟ ساين الاكس كوساين الاتش بلس كوساين الاكس ساين الاتش. لاحظوا معاي الاكس مره مع الساين هنايا وهنا مره مع الكوساين، والاتش مره مع الكوساين هنا ومره مع الساين هنا معكوسات. طبعا الكوساين اكس زائد اتش هي عباره عن شنو؟ كوساين اكس كوساين اتش ماينس ساين اكس ساين اتش. والساين تربيع الاكس بلس كوساين تربيع الاكس هي عباره عن شنو؟ الايدنتيتي هي عباره عن قيمتها بواحد كما درسين قبل وتابتينها. تمام، هذا من يمكن نستحقوهم حاليا في درسنا اللي مبدو فيه. وعندنا طبعا ودارسين ايضا ليميت، يعني كيف ما تعرفوا ان الليميت الاتش تقول للزيرو، لما تلاقيني الليميت هي لما نلقى ساين الاتش على اتش، ولما نلقى الليميت الاتش تقول للزيرو لواحد ناقص كوساين الاتش على الاتش شنو يساوي. طبعا الليمت الاتش تولي زيرو لساين اتش على اتش شنو قيمتها؟ ب 1. والليمت الاتش تولي زيرو واحد ماينس كوساين اتش على اتش شنو قيمتها؟ ب 0. دارسينها في دروس الليمتس طبعا لابد نسحقها ايضا في التفاضل الدوال المثلثية. طبعا نشبحوا اول شيء واحدة من تريك ويمكن كيف يمكن نجيب تفاضل بالادنتيتيز اللي اخذناها بالادنتيتيز، يعني كيف يمكن نطبقها. كيف ما نعرفوا مثلا نبدو ناخذوا اي دالة مثلثية، مثلا نقولوا ساين، ناخذوا اي واحدة ساين نبو فيرست ديريفيتيف خاص بها. نبدا اول شيء لما نجيب التفاضل عباره عن، نعرف احنا قانون التفاضل شنو هو؟ هو عباره عن الليمت الاتش تو للزيرو لمنو؟ الاف اوف اكس بلس اتش ماينس الاف اوف اكس على الاتش. وكيف ما نعرفه قبل ان نحلله لابد نحن نعرف شنو هي هذه وشنو هي هذه باش نقدر نعوض بها. احنا نعرف ان الاف اوف اكس اللي نبغى نجيب لها التفاضل هي عباره عن ساين اكس، والاف في اكس بلس اتش هي عباره كل ما نلقى اكس نعوض بها اكس زائد اتش اللي هي عباره عن ساين الاكس زائد اتش. خلاص نعوض في القانون شن تساوي اف برايم اوف اكس شن تساوي ليميت لاتش تقول للزيرو لمنو؟ لف اكس زائد اتش اللي هي عباره عن شنو؟ ساين اكس زائد اتش ماينس اللي شنو هي؟ ساين الاكس على منو؟ على اتش. طبعا كيف ما اخذنا ايدنتيتي توا ان عرفنا هنا ساين اكس زائد اتش هي عباره عن شنو؟ ساين اكس كوساين اكس كوساين اتش بلس
كوساين اكس ساين اتش، يعني نقدر نعوض بقيمتها هنايا تساوي الليمت الاتش تاو للزيرو لمنو، نحلل الجزئيه هي عباره عن شنو، تساوي ساين اكس كوساين اتش بلس كوساين اكس ساين اتش، شنو قاعد لي جزئيه الاف اوف اكس اللي ماينس ساين اكس على منو على الاتش. تمام، شو نلاحظوا هنا؟ نلاحظوا عندي اكس هنا ساين اكس هنا وساين اكس هنا، نقدر ناخذها مع من مشترك، ناخذها بخطوتين، نقدر نقول ان الليمت اللي تشتاو للزيرو نحولها ساين اكس هذه كوساين اتش، نجيبها هي هنا ناقص ساين اكس، شو قاعد لي جزئيه هي عليا بلس كوساين اكس ساين اتش على اتش. لاحظوا معاي هنا ساين اكس وهنا ساين اكس، نقدر ناخذها عامل مشترك، ناخذها عامل مشترك شنو بيقعد فيها ساين اكس، ناخذ عامل مشترك شنو بيقعد هنايا جزئيه هي بيقعد فيها كوساين اتش ماينس، هنا شنو قاعد لي 1 بلس، هنا شنو قاعده فانكشن كيف ما هي الاكس ساين الاتش على منو على الاتش. لاحظوا معي هنا حاجه ثانيه، نقدر نفصلهم، هذه مقامها الاتش وهذه مقامها الاتش، يعني نقدر نحلل تحليل بسيط ليش تساوي تساوي ليميت الاتش تاو للزيرو لمنو للساين اكس كوساين اتش ماينس 1 على الاتش. لاحظوا معي طلعت انا ما تفرقش، يعني مثلا لاحظوا معي لما نقول 3 اكس على الواي هي نفسها 3 اكس على الواي، هل تفرق عمليه ضرب؟ يعني 3 كانها 3 مضروبه في الاكس على الواي هي نفسها 3 اكس على الواي، نفسها هنا ساين اكس مضروبه في الاكس ماينس 1 على الاتش هي نفسها ساين مضروبه في الجزئيه كامله، كنا بنفصلها طبعا بلس نفس القصه هنا نفصل الكوساين، علاش فصلنا؟ نقول لكم هنا دقيقه، ساين اتش على اتش، لاحظوا معي علاش فصلتهم؟ خليت الاتشات بروحهم، الاتش بروحها والاكس بروح، تمام، لاحظوا معي الشكل هو ساين اتش على اتش، طبعا الليمت لي جزئيه كامله، لاحظوا معي ساين اتش على اتش شنو هي هنا؟ هي عباره عن الواحد هي، لكن هنا عندنا شبه واحد ماينس كوساين اتش على اتش ما تجيش هنا، يشبه كوساين ماينس واحد مقلوبه، يعني واحد ماينس كوساين اتش هنا كوساين اتش ماينس واحد، كيف نقلبها؟ يمكن نقدر نقلب الاشارات، نقدر نضربها كلها في ماينس 1 او ناخذ عامل مشترك من ابو، نقدر نقول هي عباره عن تساوي الليمت الاتش تو للزيرو، نغير الاشارات هنا تبدا فيها ماينس، اي حاجه موجب تولي سالب والسالب يولي موجب، انا هنا تولي سالب هذه تولي موجب، معلش هذه تولي سالب وهذه تولي موجب، هذا موجب يولي سالب وهذا موجب يولي سالب وهذا سالب يولي موجب، معناها هنا يبدا فيها ساين اكس، هنا الاتش هنا قلنا ولد سالب وهنا موجب، يعني نقدر نقلبها نقول هذا الموجب نخليه الاول والسالب نخليه الثاني، بلس كوساين الاكس ساين الاتش على اتش. لاحظوا معاي تو عرفنا في الليمتس ان هذه ساين اتش على اتش تساوي واحد، معناها هذه كلها تساوي واحد، تو واحد ماينس كوساين اتش على اتش هي واحد ماينس كوساين اتش على اتش تساوي صفر، يعني نقدر نعوض، طبعا هنا بتقعد ماينس ساين اكس، علاش قعدت بالاكس؟ لان هنا ما نقدرش نعوض في الاتش، الاتش هي تولي الزيرو، يعني بتقعد زي ما هي، مضروبه في شنو؟ في الزيرو، بلس هنا كوساين اكس بينها في الاكس بتقعد زي ما هي، مش ملهاش علاقه بالاتش، جزئيه الاتش شنو ولت؟ بواحد، هذا كله بيمشي بزيرو، شنو بيقعد فيها؟ كوساين الاكس، يعني الفيرست ديريفيتيف اوف ساين هو كوساين الاكس.
طبعا شنو نقصد لما نقول first derivative of sin x؟ هو عبارة عن كوساين اكس. كيف نعرف ان الديريفيتيف هو عبارة عن قيم سلوب؟ يعني لاحظوا معي، هذا هو شكل الساين وهذا هو شكل الكوساين. لاحظوا معي، يعني احنا لما نقوله نجيبه في سلوب، سلوب يعني عند نقطة، يعني مثل لما نقول هنا بيطلع لي قيمته، يعني عند النقطة هي بيطلع لي قيمة السلوب عن طريق الكوساين. عندك زاوية معينة لما تاخذها الكوساين بتاعها بيطلع لها على قيمة السلوب بتاعها. نفرض مثلا هنا هاي الزاوية اللي نعرفها، هنا الزاوية هي، لاحظوا معي شنو السلوب بتاعها هنا، لاحظوا معي السلوب بتاعها مفروض شنو يكون؟ هوريزونتال، يعني المماس بتاعها شنو هنا، شنو قيمتها بتطلع؟ لاحظوا معي لما ناخذها بتطلع كم؟ بتطلع زيرو، يعني عند النقطة هذه بتطلع قيمة زيرو. يعني عند كل ما تغير قيمة الفانكشن، لما تكون عندي ساين نقدر نطلع قيمة السلوب متاعها عن طريق الكوساين. يعني فيرز ديريفيتيف عند أي نقطة للساين هو عبارة عن الكوساين. طبعا ما بياخذ مني عملية إن نحلل بالقانون وقت، يعني تقدر تحلوا، يعني قصدي هم عندي أكثر من زاوية وكانوا كل من حل بالقانون كيف لاحظتوا طويلة. تمام، يعني نقدر نختصروهم ان كل دالة مثلثية بشكل اهو. يعني مثلا عندي الساين كيف اثبتناها توا هي عبارة عن شنو؟ كوساين الاكس. بقول الكوساين مفروض تطلع لي ناقص ساين اكس. ما عندناش الوقت ان نجربوهم كلهم، بس تقدروا انتم تطلعوا عليهم وتجربوهم بروحكم، او تطلعوا على الكتب، يعني متوفرات جميع الكتب المتوفرات في الانترنت، وتقدروا تشوفوا الاثبات بتاع كل واحدة كيف تطلع عن طريق القانون. احنا حنا الاولى، انتم جربوا التانيات. تمام، نشوف، قلنا احنا الساين مفروض تطلع كوساين، طبعا هو ضروري تعرفوه او تحفظوه او تفهموه. يعني اول ما يجيك الفانكشن تحللها مباشرة عن طريق القائمة هي. تمام، الساين هي عبارة عن كوساين اكس، الكوساين هي عبارة عن ناقص ساين اكس، التانجنت او تان اكس هي عبارة عن سيكنت تربيع الاكس، الكو تانجنت هي عبارة عن ماينس كو سيكنت ماينس كو سيكنت تربيع الاكس، السيكنت الاكس هي عبارة عن تانجنت الاكس في مضروب في سيكنت الاكس، الكوسيكنت هي عبارة عن ماينس الكوتانجنت اكس مضروب في الكوسيكنت الاكس. طبعا هذه خاصة بتفاضل كل دالة مثلثية. لاحظوا معي هل يحفظهم بالترتيب، ساين كوساين تانجنت كوتانجنت سيكنت كوسيكنت. لاحظوا يبدا الاشارات تبالكم منها، موجب سالب، لاحظوا ماشي بتسلسل معين، موجب سالب موجب سالب موجب سالب. يعني تقدروا وتبارك من الإشارات، يعني تقدروا تحللها. نزيد ونشوف واحدة تانية، مثلا نشارك نتبتو هذه نحللوا مثلا، حلوا مسألة تانية هنا مش باستخدام القانون، يبقوا نتبتها ان مثلا التانجنت تطلع هي السيكنت تربيع. مثلا جاتك ان اقول لك نبي الاف اف برايم اف اكس لمنو، مثلا لاف اف اكس تساوي تان اكس، نبو نحللها نحللوا الفانكشن هي. يعني عندي تان نبو نطلعوا الفيرست ديريفيتيف الخاص بها. يعني نبو احنا حاليا عندي الفانكشن هي عبارة عن تان اكس، واحنا كيف ما نعرفوا ان التان هي عبارة عن منو؟ ساين اكس على كوساين اكس. هذه شنو هي الاف اوف اكس. كان نبي الفيرست ديريفيتيف، احنا عارفين اختينا قانون القسمة، هذه شملاش تقون بس ومقام، نقدر نحللها تحليل مباشر باش نثبت انها تساوي السيكنت تربيع الاكس. القسمة شن هي هنا شن تساوي؟ لاحظوا المقام تربيع اللي هي كوساين تربيع الاكس. المقام كنا اختينا هذا في فيديوهات سابقة، المقام لما يبدا عندي بس ومقام، المقام شنو هو؟ المقام شنو هو؟ عبارة عن كوساين الاكس في تفاضل البسط. البسط شنو هو؟ شنو تفاضله؟ خلينا توا هو عبارة عن ساين، الساين شنو تفاضله؟ كوساين، معناها مضروب في كوساين الاكس ماينس ماينس شنو؟ البسط. البسط شنو هو؟ عبارة عن ساين اكس في تفاضل مقام الكوساين، شنو تفاضل الكوساين؟ ناقص ساين، يعني تفاضلها ناقص
ساين الاكس نزيد نحل لها البيرز زيت اوف الاكس شنو كوساين في كوساين عباره عن شنو كوساين تربيع الاكس هنا ماينس وهنا ماينس نقدر نقول مباشره بلس لان ماينس في ماينس بموجب ساين في الساين عباره عن ساين تربيع الاكس على منو على كوساين تربيع الاكس واحنا نعرفها ان ساين كوساين تربيع الاكس في الساين تربيع الاكس هي عباره عن ايدنتيتي وهي قيمتها بقداش بواحد يعني عباره عن واحد على كوساين تربيع الاكس لاحظوا معي حاجه ثانيه هنايا نعرفوا ان لما نقول لك كوساين تربيع الاكس هي عباره عن نفسها كوساين اكس لكل تربيع الشكل هو نفسه هذا يعني التربيع عباره عن طرف هيك لكن هي لا تساوي ما تجيش تقول لي انها عباره عن كوساين اكس تربيع لا الشكل هو تمام يعني نقدر هو الشكل كله نغيره نقوله فيرست ديريفيتيف شنو يساوي هي عباره عن واحد على كوساين الاكس لكل تربيع لاحظوا معي الواحد تربيع شنو هو واحد الكوساين اكس لكل تربيع شنو هو كوساين تربيع الاكس كيف معرفنا الشكل هو عباره عن التربيع خارج القوس يعني لما نجي نقول لك كوساين اس 6 اكس هي عباره عن كوساين اكس 6 وهكذا با لاحظوا معي عندنا ايدنتيتي ثانيه شنو هي الايدنتيتي لما تلقى ناخذهم بالترتيب ساين كوساين هيك تسهل علي هي ايدنتيتي تلقوهم مجموعه طبعا للتسهيل رتب فيهم باش ما تلخبطوش فيهم لما تلقى ساين كوساين تانجنت كوتانجنت كوتانجنت سيكنت الكو سيكنت ترتيبه هو طبعا لاحظوا معي تانجنت مع الكوتانجنت كوساين مع السيكنت والساين مع الكوسيكنت لاحظوا معي شو نقصد به هو يشبه ثلاثة الأولات مع ثلاثة الأخيرات شو نقصد به يعني الساين هي نفسها الواحد هنا الساين هي واحد نفسها الواحد على السيكنت الكوساين هي نفسها واحد على الكوسيكنت الساين هي نفسها واحد على الكوسيكنت الكوساين هي نفسها واحد على السيكنت التانجنت هي عبارة عن واحد على الكوتانجنت والعكس صحيح يعني السيكنت هي عبارة عن واحد على الكوساين الكوسيكنت هي عبارة عن واحد على الساين الكوتان هي عبارة عن واحد على تان والعكس صحيح يعني نقصد دومينتنا هنا هني عندي واحد على كوساين وينها الواحد على كوساين هذه الواحد على كوساين هي نفسها سيكنت وهكذا ناخذ مثلا مثال ثاني ساين هي عباره عن نفسها واحد على الكوسيكنت وهكذا يعني معناه واحد على كوساين شنو هي واحد على سيكنت يعني الفيرست ديريفيتيف هنا شنو يساوي الواحد على الكوساين شنو هي عباره عن سيكنت اكس لكل تربيع هو احنا كيف ما عرفنا التربيع نقدر ندخله لداخل الشكل هو عباره عن سيكنت تربيع الاكس تمام عشان بنطول فيديو اكتر نتلاقوا فيديو جديد مع امثله اكتر ونزيد نتعمقوا في تريجوماتريك فانكشن